معكم عزوز جيمر، رجع لكم مقطع جديد فلوق. اليوم في مجمع العرب مع معلم الكبدة على قولهم كل اللي يقولوا. طبعا جزا الله خير، جودنا مشاهدات ولايكات وكل شيء، بس المقطع الان انحذف وجاء مقطع جرير وبينحرق الادب بيصير قبل شيء فجأة كده دعينا نغلق. خلاص ان شاء الله حنقطع المقطع وبعدين نروح هناك ونتعشى عشان حضرة بطن لا يجوع كله شوية. يا اخي يعني ما اكل حرام. خلاص طيب والله بعدين نقطع المقطع ونجيكم. نكمل الفيديو هنا. تقول لا تقول الصغير اشياء هنا كثيرة مرة وهذه الان مرة تحددت بديش كثرة. شوف والله رخيص 30 ريال. اي صح شوف 30 ريال هذا ايش؟ طبي اشياء غريبة عجيبة مرة ما ادري ايش هي. بيت الحنش ايش ده؟ ايش ده؟ بريم بيت الحنش ما ادري ايش كاتب بيت الحنش ب 60 ريال ده. 60 ريال هنكمل الفلوق شكله في الفندق هناك جوا. لعبة ورق شوف شكله ده والله دبه ده ينفع. زيك ما شاء الله نفس الحجم حق معلم الكبده. هنكمل الفلوق في شو اسمه اقول لي ما نكمل الفلوق يجي يحطه ما ادري فين. المهم نقفل الفلوق لانه مره منتج حيكون صعب. كذاب يا دي سوني شمشم تجيب جيب له خط معك دي سوني يا شباب الله يقطع البليز. شوفوا شوف هذه الايادي جوانات الخضراء. ايوه اعرفها جوانات الخضراء دي. حتى هذا مره حلو هذا مره حلو زي قرار البطل. ايوه شوف مره حلوه دي يا عيال مره جامده. هي حتكون في اللعب ولد ايمك مسطره حيكون الاحترافيه دي صح؟ هي ايوه الاحترافيه دي لكن ما شو اسمه شكل ثاني جيمز مدري ايش هذا زي اللي انت عزه اعتقد ثبت الايادي شوف الاشياء كامل اكسسوارات يا عيال شخصا اهم ولا شيء في كل ديوتي دبليو دبليو الواد مفتوكة ذي فاشخينها الناس ولا ايش؟ شكله ما ادري فين الكود اصلا تفتحه وتلقى الكود بكم هذا؟ مفشوخ اصلا رخيص شوف كم 15 ريال؟ 57 15 هذا راح يشتري. طب فين 10 دولار؟ 10 دولار والله لا دور والله فين 10 دولار؟ استنى لو 5 دولار هذا 40 يا ولد ترى 150 160 ولا 150 استنى والله لا نجلس استنى 15 فزر فزر فاتشور 150 40 دولار يقطع ام الرخصه اللي كذا هم ليه فكوها؟ ما ادري مفكوكه هي المزه مزروفه ايوه مزروفه كلها مفكوكه ما ادري ما حنكمل خلاص خلينا كذا بدل ما كان السوني شوف شوف اللي وراك شوف اللي وراك شوف اللي وراك ابعد كراسي جيمر جيمر ايش يا اخي والله لا جيمر بتلفيل يقولوا قريبا هتجا لعبة باتل فيلد ثاني مرة هيبتها المرة الثانية ان شاء الله ترجع هيبتها مرة ثانية. مكدة والله مرة مريح التصوير حيكون مرة مظبوط. شفت شبانه هذا السون حقي عاد جبت ثانية سالم هذا جبت السون حقي اقول لك مرة يا ولد ايش بلد مكحد كده مرة اخر شيء. شوف ذا هذا اللي احط عليه البي سي. شوف هنا في ازرار تحكمات دي وهنا تحط الاكواب. هذه الشنطه اللي ابغاها. شوف ايوه ها هذه الشنطه هذه الشنطه يمكن قيمتها 1000 شيء يعني مره ابغاها دي غير غير عادي ان شاء الله في المستقبل حجيبها. انا مستقبلها حجيبها منين اجيبها دحين لكن ما ابغى دحين تعرفون شغل الدنيا فان شاء الله قريبا. ايش ذا كله بتنفيذ والله بتنفيذ اسطوريه ما ادري بكم بتلفيل والله ان شاء الله دولار كوينز حق فيفا. ها نشرة بيض نشرة نتندو سويتش نتندو سويتش هنا ها
حمي.